سلمهم ابو ما شاء الله تبارك الله ايها العساس ابو ما السلام عليكم الله يحييك الله يحييك سلمت طبلك فان طيب سلمت طبلك فان طيب السلام عليكم حالكم الله يحييهم يلا منجا ساعة الطيبة الله يطيب حالك وفالك وطول عمرك على أبو سيف علمنا سلامة كل يسمع حنفي عطنا اسم الله يحفظك اسم علي بن قصير المحامر ونعم قلب المغرب الله الله انا طويل العمر البل في جبعيده الى نقيحه من حدره صوب القصبه والقاع ما يبشينا جانا مطر تالي والبل بخير شباع ارض حضره الله الله والارض زينه وش النبات اللي عندك؟ والله القصامت والثده والزهره والقرنوه والعلقه القاع فيها خلط برعه وطيب مشيتوا منها ودومتوا الله الله مشينا من هل من دفن ذا عليه حياة طيب وقبله شباع داركم منين؟ على ذا المندفن وعلى ذا الزفت وعلى المحمدية وعلى ذا الشفاء وعلى قيعانكم ذا اللي عندكم صوبر القاعدة اللي حن فيها شازي ديرتنا ولا ديرتنا؟ لا كلها طيبة ذي طيب ذي طيب وحياها أكثر ووسع الله شو محسن الله وكل شن كل شن زين نحمد الله ونشكره منين ما جيت كل وين أحل من طيب القاع نحمد الله ونشكره الله الله علوم طيبة كل شيء زين سرنا أشوفكم أخوياكم اللي معكم مرحبا ومسهلا وما يقول عسوس إن أنتم ولا والله متمشين مسلمين على الربع اللي هنا ومتمشين الله الله وعسوس كلها كلها الله الله يا مرحبا أبو سيف دقت في الأرض كلها هذه وين وصلت عطنا علمك كلها والله دقت في الأرض كلها طال عمرك ولا منها منشود من الصاقب طال عمرك من الصاجب يا ليرانيا يا لي تثليث يا لي طيل عمر داياتنا اللي حين فيها قمشان وداياته يا لي الشفا يا لي المريبخ يا لي طيل عمر الدار اللي ذكرها بقصير وابشرك مين ما جيها نقول القاعة اطيب من القاعة الثانية من فضل الله سبحانه وتعالى والامور طيبة وابرك يوما احنا غير شفناك ابو سيفي الله يحييك عداد مسيرك عندك لا والله حل الله يبقيك وطول عمرك ولا العلي اللي انا حالنا عطنا اسمه عطنا له حمد بن صالح بن روق الال شرم نعم حالكم جميع العلوم طيبة ان شاء الله احنا كنا في جهة ضدة وجهة شرقة وجينا هنا يانا حول شهر وعليه والجعان طيبة والحلال طيب كيف ضد العرب سنهم محدر والأرض اللي في مبارك بعضهم محدر كيف الأرض منتحدر يقولون طلعت القاع بعدنا وهي طيبت من أول ورينا دي بانت في عيوننا وبان مرعى على الشفاء وعلى حرضات وعلى الله الله على الشفاء على حرضات وعلى شرقة وعلى المصبح وعلى العرق كله حق رمح والوحي الدول موقعنا في الجهات ذي
في جد. طيبة. لا والله العرب واجدين ويشدون ويحلون، حد يدبر ولا ما قلنا نشد فلين جايين غير. الله الله، ولا فضل الله واسع. الله يبقيك يستر عليك. الله يحفظك. علوم ديرتنا. أبشرك العلوم طيبة والخير واجد والرعي واجد ونحمد الله ونشكره. الزمان ذا زمان رعي وخير والله وسعها ولا عاد ناقص إلا الشكر. نحمد الله ونشكره. إحنا أول كنا في المندفن قبل شهر رمضان، وشهر رمضان عيدنا والحيان طاحت هنا مثل ما أنتم خابرين في شهر رمضان فيه. والله نحن في رعي من سمعان بن محماس العامر ولده راكب بن سيف السلامة الله يحييهم. السلامة الله يعافيك. عز الله طاحت الحيان في شهر رمضان وبعده الحمد لله عيدنا يا خلق الله حفل المندفع مشينا وقفنا في ذا شرقت وملاويها وخضرنا والحمد لله. جينا هنا يقدرنا شهر في ذا القاع حين ذا الحين علوة من العشيشيات وشمال من مدارة نقحة ونحمد الله ونشكره بالإشباع والخير واجد ويا ربي لك الحمد. الحمد لله. هلا هلا. أنا دائما مهتم بالين بعل اللبن ومزاين المناطق بدها من تبوك جادة اللبن وكيف مياه للجنوب. أكيد أكون سمعتوا خبرها وتابعتوها. صحيح. قرارات الشيخ بعد من الليل. صحيح. وربي تطلعاتكم يا للبن وأهدافكم وش تبوك. أول شيء نحمد الله على أن الله أعطانا الحكام والحكومة الطيبة على رأسهم سيدي خادم الحرمين الشريفين ولي عهده ونحمد الله ونشكره وسعوها وريحوا البدو واهتموا فيهم واهتموا في الناقة ويا ربي لك الحمد ومزين المناطق تجربة وإن شاء الله نحمي المشاركين فيها والداعمين لها ونتطلع لأكبر من توسيعها أكثر. نعم. شوف. تابعتوا مزاين تبوك. تابعنا. أي. وما شاء الله. ونتوقع مزاين الجنوب إنه بيكون أقوى. والسبب أهل البل ومن خرخير والربع الخالي ونجران والدواسر وهل البل. بيكون حضيرهم قوي وأقوى نتوقع كذا وبيكون المجهم خاصة بيكون لها وضع مختلف بتكون أقوى المشاركات فيها. نعم. الله الله وإن شاء الله نحن مستعدين له والله كريم إن شاء الله والله هم فيه والله هم فيه شغل الحين وهنا عربان يدورون للبلة الطيبة والمقانة الطيبة ويا ربي لك الحمد وإن شاء الله نحن إلى خير وهم هلا هلا بالمجاهيل والله مزاينات المحلية هو ما شاركت عندنا بعير هنا الواحد من الربع مشارك في الصياحة بعير باقي عاده ما بعد جدع الفحل معي فحل من الشيوبات من الشيوبات ابل القينه ابل الهاصل وابل قويه الله الله منتج بعير والله عاده اول هداده زمان اللي راح اشتاد اللي راح والبلقاحن عليه وانت طلع خير ان شاء الله الله يوفقنا وياك اللهم طيب انتوا يا اهل المجاهيل تقول اذا زمان يقولون الناس يدورون بك من السوق سوق بك ينزلون صحيح عاد لنا صحيح السبب المزاين المقبل مزاين الجنوب
وحن بنسميه مزاين المجهم. الله الله مزاين الجنوب للمجهم، هو بيكون أكيد فيه مشاركات جميع الألوان، لكن المجهم بيكون التركيز عليها. وأنا أتوقع من وجهة نظري إنهم زين الجنوب هو اللي خلى المجهم يدورون لها والسوق عليها أكثر. الحين مطلوبة المجهم، واللي جينا يبغى الحوار المجهم، يبغى زين المناطق إنهم مفتوح المجال لأي منطقة يبغى يشارك يشارك. صحيح، هذا اللي سمعنا، خطوة تسويقية. هذا اللي سمعنا والله كريم. وحموا مزاين المناطق من المنافسين الكبار هل الصياهد. نعم. قالوا انتو خلوكم في الصياهد وذولا خلو. وهذه من اجمل النقاط اللي صارت. وكذلك اللي بيوز في تبوك في الثلاثين في الوضح، ايه ما يحق له يشارك في الجنوب الا كان يشيلون ذلك. صحيح، هذه زينة بر، هل اللي عنده فلوس راح يشيل المنقية. انا اشهد الحمد لله، ان شاء الله الامور طيبه والخير متواصل ان شاء الله. والله يديم الحكام والحكومه ونحمد الله ونشكر، وانت الله يبيض وجهك ويحييك على التغطيات وعلى العلوم الطيبه، وعودتنا يا ابو سيف على العلوم الزين. نتابعك هنا وهنا، والله يوفقك، تتعب نفسك وفي سبيل مصلحه البل وهلها. الله يوفقك ويحييكم. والله السوق ابو سيف للبن كله الزين من طويله يمشي، وقليل اللي بتعينه ذلك. بتدوج عند البدوان اللي طال عمرك وبتعين في شيء طال عمرك، كافه الانظار منها ولا وصلها اعلام ولا وصلها تصوير منها. طول عمر ثنتين جنوب من الربع للحين عليها مليون وسلالتها طال عمرك الوافي عند السعر، وتستاهل المليون وتستاهل اكثر من مليون انت، والله يرزقها لها. وبالنسبة لنا طال عمرك لا بالله، غير ندور الزين ونجيبه والله ما ياخذ عندنا حتى يومين في الموقع. من الالوان كلها وخص المجهم، لان نجران معتمد على الحمراء وعلى المجهم، والمجهم ماشيتنا عندنا بفضل الله سبحانه وتعالى، وزبناها يا طويل العمر لا ينعدون ولا ينحصون. طيب اشواط الهيران اللي افتحوها في مزين المناطق القعدان والبكار، جاكم جاء طلب على الهيران؟ إيه بالله جاء طلب. وين عاد يدور الحين؟ وين عاد يعين الحوار الزين ولا البكر الزين ولا لا؟ لا يسمون الحين ما حد هالباء متقبضين فيها الرجال طال عمرك كلنا طلع مناوين بمزين الجنوب. والله يوفق الجميع. آمين. شكرا لك. عندك يا أبو؟ عندك ولا شاعر بيقتنا قصيدة ولا شيء ولا؟ الشاعر هو ذا طلب. عندك كلمة خاصة. تسلم. استأذن. وشور يا ابو سيف الله يبيض وجهك، انت دائما اعلامي ناجح وتغطي كل المناسبات والمناطق كلها وبيض وجه. وانا باسمي وباسم الربع اللي هنا نعزمك الليله العشاك عشان خاص لك وانت واخوياك اللي معك، ومرحبا ومسهلا، تستاهل بسلامتك. انا سلمت، هاي ربي يغنيك ويكرمك. وهي طلبت لك طلبه خاصه. تم انا معلم ابو هادي ان جمعتكم عند ابو جابر، اشهد الله رجل احب. مرحبا ومسهلا. مرحبا ومسهلا. والله العظيم من نيتي من هناك من يوم مشانا اني جاي عزام له ومن من عنده، يشهد الله. ما خطوتكم طويله جايين من بعيد، والحق علانا والعزبه عند الهنود. طول عمرك. وانت تم بس مو باليوم، الدنيا لها واجبات، انا طالبكم على عشاكم ذلي. حنا نبغاك حنا. وكذا من يوم جاني وهم يحلف، انت شفت وبيها كلمكم كلهم. يا ابو سيف انت قلت لك مقيم في المنطقه هذي، وقلت لك مع اهل المنطقه الثي حني اهل المنطقه الجنوبيه، انا باك تسير علينا وتجينا وتشوف القاع وتشوف العدود وتشوف العلوم كلها. بنجيك ان شاء الله، بس عشاكم بالليل ابي عندك. الله يكرمك ويغنيك. حق لك يا ابو سيف، حق ثابت. وانا جيت انا بدون عزام وعزام. والله من طيبك، من طيبك وافي، والله صادق وافي، الله يطول عمرك. والله من طيبك ويغنيك. عشاك هنا باسم الجميع. والله العظيم والله العظيم وحرام وطلاق النساء. عشاك الليلة تذهب ومرحبا تستاهل الشيخ، ونتمناك بعيد. يا انت اللي عندنا يا بالحلال، ما عاد انك من جهه. صل على النبي، حنا واحد يا عزيز وغالي ونحب القرن عاد. الله يطول عمرك. شوف ونغلي صليت على النبي جهدنا وكرامتك للبلد، ومرحبا وسهلا. الله يحفظك. ولعك غداكم بكره خلهم يروحون غداكم بكره لا تعشينا لا غداكم بكره لا تعشينا تخبر
خلاص انا تعشيت خبر. روح العقرة احمد باهل المال امزونة تشوق العين سبحان خلقها لما الله ومرها بالمطر وسكب همال كان من حلوق غروب بدوين تريقا بفضل الله تركت ثمان ليال وسيل الحثم لجل عدم وشققا لعله من الكوكب اليقصى من المعيال ومن نقد الاماله حدود مشرقا رجال علشان شاف لي طويل معلقا سود تبعها في النبت شي يزيد الحال وهذه من نفسي وهذه حقيقة تبعد من التلفاز سيدينا ونصبت منافقا عسى مزنة فوال خيال وعب خيال أخن الضعد هطاس اللون برقا لمن برق براق رعدها حنين اللي ولدها مفرقا وولها سحاب مثل وضح مع فنجال وشيني بريها وشيني سبقا خيالي روح العقرة احمد بها تشوق العين سبحان خلقا لما الله ومرها بالمطر وسكب همال كان من حلوق غروب بدوين تريقا وجعل بفضل الله تركت ثمان ليال وسيل الحثم لجل عدم وشققا لعله من الكوكب اليقصى من المعيال ومن نقد الاماله حدود مشرقا يحط الامر بخعود بذاك الزبر علشان شاف لي طويل معلقا سود تبعها في النبت شي يزيد الحال وهذه من نفسي وهذه حقيقة تبعد من التلفاز وهرجت حساس يدينا ونصبت منافقا بإذن تنفوال خيال وعب خيال أخن الضعد هطاس اللون برقا لمن برق براق
بفضل الله. من البل هذا؟ المضواح. وين عزبتهم؟ ابن مضواح. وين عزبتكم؟ وش اسمه ابن مضواح؟ حسن ابن مضواح الصيعري. ونعم. وهذه بنات الوافي ها؟ ها؟ الله يبارك. طبعا هذه رسوم او وحايا. شوف يقول هذا باز. هذه نعامه. طبعا هذه نعامه. هذه عروسه. خليني ادخل عليك. هذه وين يروح؟ شوف العروسه الثانيه فوق الطويله. هذه عروسه جاهزه. هذه عروسه كلها جميع انواع الصور. طبعا الصور هذه في ناقحه. جميع الصور موجوده من حيوانات ومن انسان ومن كتابات. طبعا خط المسند هنا. شوف ذاك ويش ذاك الحيوان ذاك ويش اللي على الجحف الغار. وش اسمه؟ قريب قريب قدامك يعني بالضبط. المسه بالعصا عاد شفت من الشمس. الله يا اصبر دقيقه. لا عن يمين 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 يمين. ايوه ويش وذا حبار بس لها يد. طبعا هذا اللي يقولون هذا الرعاه الحلال في عصر الامه. هذا اللي متعلمينهم كلهم، متعلمين الرسم، متعلمين الكتابه، متعلمين كل. طبعا هناك حاجات في راس الجبل. اصبر. شفت هذه نخيل. خيل وابل. نخيل وابل والله ما ادري ايش معها. هناك من النصاب ولا من التاج فوق يسار. طبعا هذول امم. اي هناك تاج. فيه تاج هناك. تاج تحت الرجال انت مشتري بسعر. هو وينهم؟ وين واحد؟ ايه انا شو فيه تاج. هذا هو فيه تاج وتحت شخص صح؟ او يد. لا يد تصدق انها يد مو بتاج. يد هي يد كامله. الحلال يقولون الرعاة اللي يصنعون عند حلال. الله ما اشوفه. لكن الراعي عاشق. الراعي على عاشق. وعاشق العاشق مسكين من عشاق المحرومين. الا مواري حيودها. ما عاد منها الا مواري حيودها. هذا المحجة. عند المحجة. المحجة والله ما ادري وش الحارس. ما ادري وش الحارس عليه. عندهم طال عمرك في نج محلي في له تقديره. نعم. واللي مثلك ما يجيني وشك ان كان لك عشاء. فالله يستر عليك وغداك من الصبح في العلبه. وان كان مالك ومع عشاء تعشانا وميسرين الحمد لله ومرحب ومسهلا ومرحب ومسهلا. وهنا طالك ما تطرحني لا بتل. برد عليك الاسلوب. لا رتل يرد. لا والله ما يبرد عليك. انا وياك في محلك. انا علمتكم فيها عشان سابقك. لكم. يلا هل. والباقي برد عليك ابو مهدي. مالي مردود على المحل. لا ما له مردود. كلكم وافيين. انا لكم جميعا. انا وياه من دون. نعم. لكم عجر. ترك الزمان اليال حسين الحزم رجال عدم وشققا لعله الكوكب يكسب المعيال ومنك دل ماله حدود مشرقا يحط المغرب ربي يغنيك. ان عندنا شغل والرجال قد حازمنا والعزيمه عزيمه والهدف من الجايه السلام عليك
وشوفتك والشعب ذا بنت عهده بنجيك الايام الجايه ان شاء الله. هم تغدى عندك ولا بنتعشى عندك؟ وعادنا منا مسلمين الرجال اللي تحت رالا ونعم بكم بعد سود انت بها في النب تشين يزيد الحال وهذه من نفسي يا وهذه حقائق تبعد من التلفاز ومراسل الجوال وهرجت حساسي دي